اختك قلب اختك، يا هلا وغلا، و 3000 كرتونه حلا يا عيون اختك. النهارده بقى انا عامله غدوه، بس ايه، في قلبي وفي قلبك وفي قلب الناس كلها. تعالوا اوريكم بس النهارده هنتغدى ايه. قبل ما اكمل الفيديو بتاعي، الله يكبر خاطرك ويبارك لك في امك وابوك وصحتك وعافيتك واولادك وبيتك. حطي اللايك، ولو تحت صورتي زائد اعملي لي متابعه، اعملي لي متابعه. بصوا بقى، النهارده قررت ان انا اكل رنجه وفسيخ. طبعا الرنجه والفسيخ حاجه كده في قلبي وكلنا بنحبها. بص يا هانم، بص يا بيه، بص يا هانم، بص يا بيه. الله، دي بطاريخ مرمله. ايه ده، دي بطاريخ مرمله. تمام، دي رنجه مخليه. انا ماليش في ايه، لا دي في حته ثانيه جامده قوي. جبت طبقين رنجه وطبق بطاريخ. تعالوا اوريكم بقى ايه العشق. هنا اتكلم عن العشق فهو الفسيخ طبعا. يعني انا 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 يعني انا عشقي عشقي حرفيا الفسيخ. الفسيخ ده يا بنات نصه، نص لونه، ولا فلفل ولا حاجه تحمره ولا الكلام ده. بصوا عامل ازاي، بصوا عامل ازاي، وملوش ريحه نفاذه. بصوا عامل ازاي. لا جامد. ملوش، اهم حاجه انا عندي في الفسيخ ما يكونش ليه ريحه نفاذه. فسيخ نبرو، فسيخ نبرو جامد. بصوا يا بنات الكميه، اكادو من فرط الجمالي اذوبه. بصوا في كمان اللي هو الامان ده، مفيش حاجه تقع ولا تتلهوي. بجد تسلم ايدك يا دعاء، بجد 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 يا جماعه. الفسيخ، الفسيخ والرنجه دي طبعا انا كنت حاطاه في الفريزر لحد ما اولادي يجوا من المدرسه. بصوا الجمال، بصوا 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 القلب عامل ازاي، بصوا بصوا الحلاوه في الدنيا. ان انت تجيبي الحاجه ثانيه، احلى حاجه ان انت تجيبي الحاجه جاهزه على الاكل. بصوا الرنجه، طبعا انا جايبه كميه رنجه محترمه عشان انا واولادي وجوزي هناكل. بصوا بسم الله ما شاء الله. لا الرنجه اصلا يعني والله العظيم مش محتاجه اي كلام. طبعا الحاجه دي انا جايباها من عند الاستاذ احمد والمدام دعاء، حاجاتهم شيك شبههم. بصوا البطاريخ، انا مش هتكلم كتير على البطاريخ. ريحه حلوه جابتني لحد هنا. بصوا بقى يا بنات، الفسيخ والرنجه بيبيعوه، المنتج بتاعهم اسمه ايه؟ فش فريش، فش فريش. هتروحوا تقول لهم احنا جايين تبع نوجه بنت البلد. عندهم اسماك طازه، جمبري، اسماك مخليه. السمك بتاعهم، السمك، انا مش بتكلم بقى على الرنجه والفسيخ، السمك السمك واي المنتجات البحريه فريش. هم اصلا شعارهم في الحياه فش فريش. بيوصلوا في القاهره والجيزه، بيوصلوا لك الحاجه لحد البيت. في حاجه كمان، قبل ما بياخدوا الفلوس وقبل ما بتستلمي المنتج منهم، بتفتحي المنتج وبتشوفيه، مش بتدوقيه طبعا. ولا لو عايزه تدوقي حته دواء قول لهم انا جايه تبع نوجه بنت البلد، لو ضربوك انا ماليش. المهم ان انت بتشوفي المنتج بتاعك اللي داخل لك، وبتشوفي الحاجه وانت قبل ما تستلمي الاوردر، وهو واقف بيسلمك، ده حقك. السمك، كل حاجه، كل حاجه عندهم. خدي بقى الكبيره، الكبيره قوي، الكبيره جدا. الكبيره بقى ايه اللي انا عايزه اقول لك عليها، ان هم عاملين خصم لاي حد هيجي تبع نوجه بنت البلد، وهيدوا له كمان هدايا. ممكن بقى تطلع ايه حسب الاوردر اللي انت عايزاه. تمام، انا يا جماعه اكادو من فرط الجمال اذوبه، حرفيا اذوبه. هسيب لكم رقمهم وهعمل لهم منشن، روحوا فرحوهم وهم انتوا جايين تبع نوجه بنت البلد. واقسم بالله الحاجه دي بنظافتها بطريقتها بجمالها على ضمانتي. اي شكوى اي حاجه قولوا لي، بس انا واثقه ان الحاجه
هتعجبكم قوي جدا.